تمام. يعني هل مباراة البنك الأهلي وفاركو فيها حاجة غير الهدفين يا كابتن، الهدف الأول وهدف التعادل بالنسبة للماتش يعني فاركو والبنك الأهلي؟ فيها فاركو خطأ رهيب من الاثنين الحراس بس أعتقد يعني، بس أخطأ يعني تصريح أبو جبل، أخطأ اللعيبة تصريح أبو جبل قبلها بيوم إن أنا أفضل حارس مرمى، يعني ما اعرفش انا اول مره اشوفه على فكره عصبي قوي كده ابو جبل. وكان المفروض كان يطرد النهارده على فكره، لان كمان في بعض بعد الكوره بيبقى في تعدي على على الفيرود. لو بصيت في كذا كوره بعد ما بيمسكها بتلاقي في مادد رجليه، ممكن فيها انذار على فكره، طرد كمان. طب بس انا عايز اتكلم على خطا بالذات، بعيد عن خطا البنك الاهلي، خطا فاركو وهو اصرار الفرقه كابتن انها عايزه تلعب من تحت. بس برضو انا انا بديك حلول كمدير فني، بس انت برضو بخبرتك كلاعب لازم تبقى شايف انت فين واللعيب الخصم فين. انا النهارده انا ما اعرفش الهدف الاولاني شيكا برضو هو والمدافعين، يعني المشكله كابتن ايه؟ ان طريقه اللعب، هو الراجل الخواجه بتاع مدير فني بتاع فاركو بيلعب على اساس كابتن ثلاثة في خط الظهر فلات، يعني بيلعب ثلاثة فلات في خط الظهر. لما بيلعب ثلاثة فلات في خط الظهر لازم احضر من تحت، بشرط يكون عندي حارس مرمى بمواصفات منصف كده بيعرف يلعب بالرجل كويس. واخد بالك؟ واضح ان شيكا طبعا بعيد، وانا في رايي الشخصي ان فاركو محتاج حارس مرمى ضروري، لان كان برضو في اخطاء لما كان صبحي ما بيلعبش، كانت السنه اللي فاتت بيلعب شيكا كانت بتظهر اخطاء كبيره جدا في حراسه المرمى. مش عشان غلط الخطا النهارده، لا، هو في اخطاء متكرره لشيكا في الحته دي. الحاجه الثانيه، انا لما اكون ما عنديش حارس مرمى بيشتغل برجله كويس ما ينفعش احضر في ال 18. لا يمكن الف ب الكره ما تحضرش من ال 18، حط الكره في نص الملعب المنافس. حارس المرمى هو العنصر الاساسي في حاجه زي كده، كان بيبقى صعب قوي. إيه؟ يعني مهما كان حارس المرمى، يعني زي ما كابتن شريف قال، مهما كان انا ما اعتمدش على ان ممكن حارس المرمى ينقل معايا كوره. هو لا، هو منصف كان بيعملها بشكل كويس جدا. شريف كابتن جمال، ان قرب المسافه وانت بتلعب الكوره لعبد الله بكري، عبد الله بكري يلعبها تاني لشيكا، المهاجمين قريبين قوي قوي. طب انت مصر ازاي؟ قبل شيكا الخطا عند بكري، قبل شيكا، ما انا بتكلم عن عبد الله بكري، ملعب لشيكا لازم اشوفه مضغوط عليه، لازم اشوفه. الاغرب ان هو استلمها بشماله، يعني حتى لما جه بامبو اللي جاب جول، كريم بامبو، كريم بامبو، يعني خلاص هو تاتش واحد بس، يعني مثلا ما قطعهاش ورقص وعد، لا ده لمسه واحده جول. هو غلطه برضه. ابو جبل مش احسن حارس في افريقيا السنه اللي فاتت، واخد عامل انجازات مع المنتخب، مع المنتخب، ماتشات مع المنتخب، انما هل ما هو برضه هو انت الكوره ميته ورايحه بره، انا لو جريت حلقت عليها بس كده هتطلع بره. خطا فظيع، مش مسهل. سيبك من ان فيها شك بيلن ولا مش بيلن، هو معترض انها مش قرار الخروج نفسه، قرار الخروج بس. حتى لو رحت انا بنزل من بعيد وحلق من بعيد كده، بس ما تديش الفرصه ان يعني ما وصلش للالتحام، واخد بالك؟ وبلعب في الدقيقه كام يا كابتن؟ 94. طب الخطا الاخطر من كده ايه؟ انا بلعب في الدقيقه 95، ايه اللي اقعد ارجع للكره لتحت؟ ليه ما احط الكره في نص الملعب المنافس واضغط من قدام وانتهينا وخلص الماتش؟ فدي برده كانت محتاجه توجيه. طيب يمكن في الاول